احنا تغطيتنا لسه ما خلصتش، نروح بقى لجريده الشروق ونعرف كمان اهم الاخبار الرياضيه في المواقع الصحف المحليه والعربيه وايضا العالميه. وزميلنا محمد توفيق مراسل قناه الاهلي. يعني محمد صباح الخير، وطلعنا كده ما لديك من اخر الاخبار الرياضيه في مختلف الصحف، اتفضل. صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير يا كريم، برحب بيكم بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. معكم من هنا من جريده الشروق، يعني اسمحوا لي اخدكم في جوله سريعه للتعرف على اهم واخر الاخبار محليا وعربيا وعالميا. يمكن البدايه بالاخبار المحليه، يمكن اتحاد الكره يقرر اقامه مباراه السوبر بين الدورين في الموسم المقبل. اللجنه الخماسيه تستنجد بالفيفا للرد على هجوم الانديه ومخاطبه الكاف لحسم مصير امم افريقيا للشباب. يعني قررت لجنه الخماسيه المكلفه باداره شؤون اتحاد الكره المصري اقامه مباراه السوبر بين بطل الدوري وبطل الكاس التي لم يحدد بعد ان شاء الله بين الدورين في الموسم المقبل. يمكن اللجنة الخماسية لجأت لهذا القرار نظرا ان بطل الكأس لم يحدد بعد، وخاصة ان البطولة ينتظر ان تنتهي في نهاية نوفمبر بإذن الله، كذلك الموسم الجديد هيبتدي في بداية ديسمبر. فكان من المرجح إقامة ان شاء الله مباراة السوبر بين بطل الدوري والنادي الأهلي وبطل الكأس اللي ان شاء الله يكون النادي الأهلي. ففي هذه الحالة النادي الأهلي هو قابل الوصيف، هتبقى بين الدورين ان شاء الله الموسم المقبل. كذلك يعني اللجنه المكلفه باداره اتحاد الكره المصري ارسلت للفيفا تستنجد به، خاصه بعد هجوم عديد من الانديه على الاتحاد المصري لكره القدم بعدم ارسال لائحه النظام الاساسي الى هذه اللحظه. يمكن كان اللجنه الخماسيه في مخاطبتها للفيفا قالت لهم يعني بنستنجد بكم هجوم انديه، الانديه عاوزه تعرف اللائحه هيبقى فيها ايه قبل عقد جمعيه عموميه طارئه لمناقشه اللائحه، فلابد ان تطلع الانديه على اللائحه قبل مناقشتها. كذلك خطب اللجنه الخماسيه المكلفه باداره اتحاد الكوره الاتحاد الافريقي الكاف لمعرفه الموعد النهائي لاقامه كاس الامم الافريقيه للشباب. يمكن ان شاء الله البطوله مقرر ليها تقام 2021، لكن اتحاد الكوره عايز يعرف الميعاد النهائي، خاصه ان معظم البطولات تم تاجيلها مثل بطوله كاس امم افريقيا للكبار. يمكن الجدير بالذكر ان منتخب مصر للشباب بيستعد حاليا لتصفيات المؤهله للبطوله اللي هتبدا ان شاء الله يوم 7 نوفمبر المقبل بالجزائر، وهيبقى المنتخبات المشاركه فيها مصر والجزائر وليبيا والمغرب، وان شاء الله صاحب المركز الاول والثاني، وان شاء الله مصر يكون صاحبه احد المركزين، هتلعب في البطوله المقرر اقامتها ان شاء الله الى الان 2021 في موريتانيا. الخبر الثاني معانا، معوض البدري يستقر على القوام الاساسي للفراعنه قبل مواجهه توجو. يمكن يعني تصريح على لسان مدرب المنتخب الوطني سيد معوض نجم النادي الاهلي السابق، بيقول ان كابتن حسام استقر بشكل كبير على القوام الاساسي ان شاء الله اللي هيلعب بيه المباراتين المرتقبتين للمنتخب امام توجو. يمكن المنتخب ان شاء الله من المقرر انه يخش معسكر مغلق ما بين 9 و17 نوفمبر المقبل، وهيخوض خلال هذا المعسكر مباراتين امام توجو في الجوله الثالثه والرابعه من التصفيات المؤهله لكاس الامم الافريقيه المقرر اقامتها في الكاميرون 2021. يمكن احنا بناخد يعني مصر بتحتل المركز الثالث في المجموعه برصيد نقطتين بعد التعادل في اول مباراه مع كينيا هنا في مصر، والتعادل خارج ارضنا امام جزر القمر في الخارج. يمكن ان شاء الله في خلال فتره او نتيجه المباراتين دول هتحدد بشكل كبير شكل المنافسه في المجموعه، وان شاء الله يكون منتخب مصر ليه الحظ في الصعود باذن الله والمشاركه في النهائيات. كذلك كابتن سيد معوض اتكلم عن ضغط المباريات وقال يمكن احنا هنقابل حاله كبيره من الاجهاد في الفتره المقبله، لان معظم اللاعبين بيلعبوا تقريبا كل 3 او 4 ايام مباراه، لكن احنا استقرنا بشكل كبير على القوام الاساسي، يتبقى بس ان شاء الله ان اللاعبين اللي وقع عليهم اختيار كابتن حسام ما يكونش فيه تعرض لاي اصابه في الفتره المقبله علشان القوام الاساسي زي ما بنقول المنتخب ما يتاثرش. كذلك اضاف كابتن سيد معوض ان في تواصل دائم مع المحترفين المصريين بالخارج للاطمئنان على حالتهم، وهو مش قلقانين عليهم خالص، خاصه الدوريات الاوروبيه منتظمه سواء في المواعيد او في جداول المباريات. نروح للخبر الثاني ومعانا من جريده الاهرام وبالتحديد الصفحه 13، يعني الاسماعيلي يضاعف المكافئات للفوز بالمباريات المقبله ويطلب تاجيل لقاء المصري. يمكن زي ما قلنا ان في الشان المحلي النادي الاسماعيلي بيمر بعصره كبيره في الوقت الحالي، يمكن مهدد بالهبوط او بالمراكز اللي يفصله عن المركز الثالث للهبوط 4 نقاط فقط. يمكن اداره النادي الاسماعيلي لجأت ان هي تضاعف المكافئات طمعا في تحقيق الفوز في المباراه المقبله. يمكن مكافاه الفوز كانت ب 4000 جنيه في المباراه السابقه، الاداره قررت في باقي المباريات المتبقيه من عمر المسابقه ان مكافاه الفوز تكون 8000 جنيه لكل لاعب في حال تحقيق الفوز.
كذلك خاطب ان اداره النادي الاسماعيلي خاطبت اتحاد الكره المصري بتطلب تاجيل مباراه المصري المقرر ليها 9 اكتوبر المقبل، والمباراه مؤجله من الجولات الماضيه بسبب اصابه العدد الكبير من اللاعبين المصري بفيروس كورونا. يمكن اداره الاسماعيلي بتقول ان الدوري مضغوط لغايه يوم 15، فبتطلب تاجيل المباراه خاصه انها هتقام في استاد برج العرب الاسكندريه في الثالثه ظهرا، فبيقول ان هيبقى فيه شكوى من الرطوبه والحر وطول السفر، فبنطلب تاجيل المباراه لبعد 15 اكتوبر. نسيب الشأن المحلي ونروح عربيا، ويمكن الأخبار العربية بنروح لجريدة الرياض السعودية اللي فرضت على في صفحتها 21 صفحة كاملة لكلاسيكو السعودية النهاردة ما بين النصر والأهلي السعودي، المباراة في إطار مباريات دور الثمانية لدورة أبطال آسيا. يمكن المباراة زي ما أكثر من كثير من الخبراء حطوا عنوان ليها أنها نهائي مبكر بين الفريقين، يمكن زي ما بنقول العنوان الرئيسي للصحيفة كلاسيكو سعودي يجمع الأهلي بالنصر في ربع نهائي الأسيوية، الراقي يتسلح بالسومة وفارس نجد يعول على حمد الله في خطف التأهل. المباراة زي ما أشرت هتقام إن شاء الله في الثالثة إلا الثلث بتوقيت جمهورية مصر العربية على استاد السد بقطر. كان النصر تأهل للمباراة بعد الفوز على التعاون 1-0 في المباراة السابقة في دور 16، كذلك الأهلي تأهل بعد الفوز على شباب الأهلي دبي بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل في الوقت الأصلي 1-1. يمكن أهم اللاعبين أو المدير الفني للنصر روي فيتوريا يعول على الرباعي الحارس الأسترالي برادلي جونز، والمدافع البرازيلي مايكون باريرا، ولاعب الوسط الأرجنتيني بيتي مارتينيز، والمهاجم المغربي عبد الرازق حمد الله. يمكن دي أبرز الأوراق الموجودة في هجوم النصر أو فريق النصر بشكل عام. على الجانب الآخر المدير الفني الصربي لأهلي جدة فلادان ميلودوفيتش بيعاول على عمر السومة المهاجم السوري العربي الشهير، وكذلك المدافع البرازيلي لوكاس ليما والألماني ماركو مارين. يمكن المباراة المؤتمر الصحفي بالأمس اللي كان سبق المباراة بين المديرين الفنيين أهم التصريحات فيه كان فلادان ميلودوفيتش الصربي المدير الفني للأهلي قال ان احنا جاهزين اللقاء قوي الفريقين يعرفان بعضهم. كذلك كابتن نادي الأهلي حسين المقوهوي اللقاء قوي والفرقان يعرفان بعضهم. كذلك على الجانب الآخر المدير الفني للنصر فيتوريا جاهزون للأهلي والتفاصيل الصغرى ستحسم اللقاء. كذلك الكابتن نادي النصر وليد عبد الله حارس المرمى قال ان المباراة تعد لقاء او نهائي مبكر بين الفريقين الكبيرين على مستوى آسيا، وان شاء الله يبقى كده كده السعودية ليها فريق مؤهل لدول الأربعة، وان شاء الله يكون البطل العربي بإذن الله. نسيب الشأن العربي ونروح للشأن العالمي، ويمكن أبرز الأخبار العالمية نروح للديلي ميل واللي كان عنوانها الرئيسي لاعب وسط ليفربول تياجو أليكانترا مصاب بفيروس كورونا ويعزل بعد غيابه عن الفوز أمام أرسنال 3-1. يمكن أليكانترا اللاعب الوافد الجديد من صفوف بايرن ميونخ لليفربول أصيب بفيروس كورونا. يمكن لما سئل عن غيابه المدير الفني كلوب في المباراة السابقة قال إن عنده بعض المشاكل الطفيفة، ولكن النادي أعلن رسميا مساء أمس إصابة أليكانترا بفيروس كورونا وينتظر عودته مش قبل زي ما بنقول يعني لن يعود قبل منتصف أكتوبر المقبل. والجدير بالذكر اللي في الصحيفة ذكرته إن مدينة ليفربول بشكل عام تصاعدت فيها أعداد الإصابة بفيروس كورونا سواء في الشهر الماضي أو في مطلع الشهر الجاري. الخبر الثاني من ماركا الأسبانية واللي جاء فيه مانشستر سيتي يتعاقد مع روبن دياز لمدة 6 مواسم. يمكن أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي التعاقد مع المدافع البرتغالي لاعب بنفيكا البرتغالي روبن دياز لمدة 6 سنوات مقبلة. يمكن الصفقة كلفت مانشستر سيتي 70 مليون يورو، وبكده يبقى مجموع الأموال اللي صرفها جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي في آخر 4 أعوام على المدافعين فقط اللي قدموا الفريق 450 مليون يورو. يمكن الهلع من المشاكل الدفاعية دوت أصاب جوارديولا خاصة بعد الهزيمة في المباراة الأخيرة أمام ليستر سيتي 5 أهداف مقابل 2. يمكن في المؤتمر الصحفي الإعلان على الصفقة أكد روبن دياز المدافع البرتغالي أنه سعيد جدا وكان لا يمكن أن يرفض عرض مانشستر يونايتد، خاصة أنه سعيد جدا أنه واحد من ضمن الكتيبة للمدرب الشهير جوارديولا. يمكن دي كانت آخر خبر معنا في جولتنا، يا ريت نكون يعني أسعدناكم في جولتنا دي وتكون جولة خفيفة على المشاهدين سواء محليا أو عربيا أو عالميا. والعودة ليك يا نهواند والعودة ليك يا كريم.